بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده الحد الاول من شهر هاتور، والانجيل من معلمنا لوقا عن مثل الزارع. احنا عارفين ان شهر هاتور كان بيبقى دايما شهر الزراعه في مصر، بيبتدوا يبدروا البذور بتاعه القمح. فالكنيسه عشان بتعيش كده مع جو الشعب حطلنا مثل من اهم الامثله اللي ممكن تبقى قدام عينينا باستمرار في حياتنا، وهي مثل الزارع. ده المثل الوحيد اللي بيتكرر مرتين في حدين متتاليين، بس من انجيل تاني يعني، لكن برضو هنسمع الحد الجاي عن مثل الزارع. يمكن عشان كده انا هقسم الكلام النهارده، هناخد مقدمه كده وناخد نوعين من الارض، والاسبوع الجاي ان شاء الله ناخد النوعين التانيين وبعض التاملات بسيطه في مثل الزارع. النهارده من انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الثامن بيقول ايه: فلما اجتمع جمع كثير ايضا من الذين جاءوا اليه من كل مدينه، قال بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس وأكلته طيور السماء، وسقط آخر على الصخر فلما نبت جف وسقط لأنه لم تكن له رطوبة، وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. قال هذا ونادى: من له أذنان للسمع فليسمع. فسأله تلاميذه قائلين: ما عسى أن يكون هذا المثل؟ فقال لهم: أما أنتم فقد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، وأما للباقين فكان يكلمهم بأمثال حتى إنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. وهذا هو المثل: الزرع هو كلام الله، والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا يثمرون ثمرا. والذي سقط على الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. زي ما قلت انه مثل الزارع من الامثله اللي احنا المفروض تكون باستمرار قدام عينينا، ونحطها مع كل كلمه روحيه نسمعها. زي بالظبط التواضع. التواضع اي فضيله من غيره ما تنفعش، لازم يتحط جنب كل الفضائل. وزي المحبه لازم تتحط جنب كل الفضائل، ما تنفعش الفضائل من غيرها. من غير المحبة ومن غير التواضع تبقى الفضائل رذائل، لأنها تبقى لحساب النفس مش لحساب ربنا. هكذا مثل الزارع من الأمثلة المهمة جدا اللي لازم نحطها قدام عينينا باستمرار. البذور زي ما السيد المسيح وضح هي كلمة الله، وكلمة الله دي ليها مواصفات. أول حاجة هي كلمة حية وفعالة، كلمة حية، ولما بتدخل الأرض بتحييها. كلمة حية وفعالة زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في العبرانيين: كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة حية، قال عنها ربنا في العهد القديم إنها كمطرقة تحطم الصخر، وقال عنها أيضا في إشعياء 55
إنه كما ينزل المطر من السماء ولا يرجع بل يروي الأرض ويجعلها تلد وتنبت وتخرج زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا تعود إلي فارغة. فالمطر ينزل على الأرض يحييها، يخليها تولد، تولد تطلع حياة. هكذا كلمتي التي تخرج من فمي لا تعود إلي فارغة. فكلمة ربنا حية وفعالة. أيضا كلمة ربنا غالية وثمينة. صحيح هو مستعد يديها لكل إنسان وبلا ثمن، لكن هي غالية جدا لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. ساعات احنا عشان كلمة ربنا حوالينا في كل مكان، مسموعة ومقروءة وقدامنا في كل مكان، فما نحسش قوي بقيمتها، زي اللي بيشرب المية ما يحسش بقيمتها، لكن لما تغيب المية يحس مش قادر يقعد من غير مية، عطشان، هيموت من غير مية. كلمة ربنا كده تبدو ان هي حاجة بسيطة وما يعني تمنها زهيد خالص، يعني زي المية كده، لا دي غالية جدا جدا، ومن غيرها الإنسان ما يقدرش يعيش. كلمة غالية غالية، لو واحد عطشان يدفع أي حاجة بس يشرب شوية مية. في العصر الشيوعي ما كانش طبعا فيه انترنت ولا حاجة، فالناس اللي كانوا عايشين داخل الأسوار الحديدية بيسموها الأسوار بتاعت البلاد الشيوعية اللي هي أوروبا الشرقية وروسيا الاتحاد السوفيتي وقتها، كان حرقوا الأناجيل كلها، فكانوا ما عندهمش أناجيل، كانوا بيدوروا على أناجيل في أي مكان، لدرجة كان ممكن الشخص يبيع حاجة من رأس ماله، مثلا بقرة، يعني هو تلاقيه ما عندوش، الشيوعيين النظام خدوا من الناس ممتلكاتها، فاللي عنده مثلا بقرة واحدة ولا اتنين بالكتير، وعنده عدد حتة محدودة خالص من الأرض، خدوا كل حاجة الشيوعيين، فممكن يستغنى عن حاجة ثمينة بالنسبة له زي كده مصدر رزق لحياته علشان يشتري نسخة قديمة مهلهلة من كتاب المقدس. لدرجة مرة واحد من المبشرين اللي كانوا هنا وحاول يوصل إيه أناجيل للناس، كان بيهرب الأناجيل يدخلها، ومرة عرف يوصل إنجيل لشخص، بيقول بعد شهر أو اتنين فرنج كده يعني جاله رسالة موقعة من 30 واحد بيشكروه على الإنجيل اللي بعته، بعت لهم كتاب مقدس. طب 30 واحد زي ده هو بعته الواحد، خدوا الكتاب المقدس فصصوه ل30 قسم وزعوه على بعض يقروا ويبدلوا، يقروا ويبدلوا، ده خلص هوشع ويقيل ويدي للتاني، ياخد من ده إشعية، ياخد من ده إنجيل لوقا، ويلففوا 30 قسم من الكتاب المقدس بينهم. احنا عندنا في البيت كل واحد النهاردة عنده ايه 4-5 نسخ من الكتاب المقدس ويمكن مقفولين. الكتاب المقدس غالي جدا غالي جدا، لكن كمان مع الغلو تمن الكلمة دي، الكلمة الإلهية، البذور الإلهية، إلا أن ربنا بيديها للكل وبيعطي بسخاء وعلى كل أنواع الأراضي، لف حط في كل أنواع الأراضي وعطاها، ما حرمش ولا نوع، حتى أرض الطريق ما حرمهاش من البذور. كل الناس ربنا بيبعت لهم كلمة ربنا بوسيلة أو بأخرى، وساعات يستخدمنا ونفسه يستخدمنا علشان نوصل كلمة ربنا، بس هو بيعطيها للجميع وبسخاء.
أيضا وهو الزارع بيلف كده يوزع، ده معناه أنه بيتحرك في وسطنا، ده معناه أنه بيتعب، ده معناه أنه مستعد يتعب علشان يوصل كلمته لكل واحد فينا، مستعد يتعب ويطول باله ويروح لواحد لحد آخر الدنيا، يروح له مخصوص عنده عشان يحط له كم بذرة، عشان يحط له كلمتين يحيا بيهم، يحيا بيهم. احنا اتفقنا دي كلمة حية ومحيية، فبيتعب معانا وبيتحرك في وسطنا وبيروح هنا وهناك علشان يلقي البزار. أيضا البذرة الحية دي، بذرة كلمة ربنا، لما تلقى على الأرض بتعطي قيمة للأرض، بخلاف الأرض البور، الأرض اللي مش مزروعة قيمتها تافهة خالص، لكن البزار لما تترمي على الأرض وتبتدي الأرض تطلع، الأرض بقى ليها قيمة، يقول لك دي أرض زراعية، لكن دي تانية دي أرض صحراوية، أرض محجرة، أرض ما تزرعتش، لكن الأرض لما تتزرع تبقى ليها قيمة، تبقى فيها خصوبة، وتبقى ليها قيمة كبيرة. لما تيجي تشتري يقول لك دي أرض زراعية، دي الفدان بيجيب قد كده. هكذا الإنسان لما بيدي الفرصة لكلمة ربنا تنزل في قلبه، هو بيتغني، بيتغني وبيبقى شخصية خصبة، بيبقى شخصية خصبة ومليانة ثمر، وحياته بيبقى ليها قيمة، حتى الناس تحس بيها، الناس عمالة تأكل من الثمر، فالناس تحس إن ده شخص غالي قوي. احنا كلنا عند ربنا بنساوي دمه، هو بيحبنا، هو مش مفضل حد عن حد، بس احنا بحسب تفاعلنا مع كلمة ربنا بندي قيمة لحياتنا، بندي قيمة للأرض بتاعتنا. أرض خصبة بتتزرع بقى ليها قيمة، تلاقي الشخص مليان حكمة، تلاقي الشخص مليان حب، تلاقي الشخص يقدم المشورة الصالحة، تلاقيه ماشي دايما مستقيم. كلمة ربنا أثرت في حياته، جددت حياته وغيرت كل الحاجات الوحشة اللي عنده. كلمة ربنا عطت قيمة للإنسان. أرض غير مزروعة وغير منتجة ملهاش قيمة، أما كلمة ربنا فبتخلي الأرض مزروعة ومنتجة. نقطة أخيرة قبل ما أبتدي أتكلم في أنقل على حاجة تانية، إنه ربنا ما دام بيدينا كلمة ربنا، بيدينا البزار الحية دي، هو مستني مننا ثمر. يعني هو بيبذر البذور، مش بيبعتر حاجة ويسيبها ويمشي، لا ده بيبذر بذور ومستني منها إيه؟ ثمر، مستني الأرض تطلع. لما بيدينا كلمة مش مجرد بيقول لك ابقى اعرف الحاجات دي وخلاص مع السلامة، لا ده مستني ثمر في حياتنا، مستني سلوك، مستني ثمر حلو يفرحه، محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف، صلاح وإيمان وداعة وتعفف، مستني ثمار. مادام بيلقي البذور يبقى مستني ثمار، وده يبقى دورنا إحنا بقى. تاني حاجة في المثل ده فكرة العامل الإلهي والعامل الإنساني، the divine factor and the human factor. مش ممكن أبدا الإنسان يتمتع بالخلاص بدون ما يعمل بتفاعل حي مع النعمة الإلهية. النعمة الإلهية في المثل ده بيتمثلها البذور اللي ربنا بيزرعها، لكن لازم الإنسان كمان يتفاعل وتكون أرضه جيدة، يزبطها ويوضبها ويجهزها علشان تجيب ثمر. من غير كده العامل الإلهي لوحده ما بيجيبش النتيجة الحقيقة. البذرة الحية دي ما طلعتش. دايما العيب مش في العامل الإلهي، مش في الطرف الإلهي، دايما العيب عندنا إحنا. ومثل الزارع بيأكد لنا النقطة دي، إن البذور جميلة وحية، ولكن المشكلة دايما في نوعية الإيه؟ الأرض ومدى تجهيزها وتفاعلها مع البذرة، إذا كانت محجرة، إذا كان فيها شوائب، إذا كان فيها أشواك، إذا كانت
ناشفة جدا جدا لدرجة انها عاملة زي الطريق كده، والبذور بتقعد لحد لما الطيور تاكلها. النوعيات دي هنا المشكلة في العامل الإلهي، في العامل الإنساني. ربنا بيعمل اللي عليه، ربنا بيقدم لنا الخلاص، بيقدم لنا الحب، بيقدم لنا أحضانه المفتوحة على الصليب، لكن إحنا بنقبل إليه، إحنا بنتفاعل معاه، إحنا عندنا استعداد نجيب ثمر، عندنا استعداد نشرب المياه الإلهية دي وندخل البذور جوه قلوبنا وتجيب ثمر. هي دي الحاجة اللي لازم نسأل نفسنا فيها. لو واحد حياته ما فيهاش ثمر ما يجيبش العيب على ربنا خالص. ربنا ما بيحرمش أي إنسان من البذور، ما بيحرمش أي إنسان من الحب والرعاية، لكن دايما الإنسان بنفسه هو اللي عنده مشكلة، ولازم يرجع بالملامة على نفسه ويشوف، يشوف حالة الأرض بتاعته شكلها إيه. ده في ناس ما نظفتش الأرض بتاعتها بقالها سنين، في ناس مثلا بعيدة عن سر الاعتراف بقالها سنين، في ناس محتفظة بحجارة صخرية في حياتها مش عايزة تتخلص منها، مش عايزة حتى تدي فرصة لربنا يفتتها ويلينها. وبعدين نقعد نجيب اللوم على ربنا، لا، دايما ربنا شايف شغل، بس احنا لينا دور. الأرض عشان تيجي في ثمر لازم يكون في لها دور معين. النقطة الثالثة يمكن دي لمح عنها دكتور جون في العظة الإنجليزي، إنه نوعية الأرض قابلة للتغيير. يعني بالإيجاب وبالسلب، يعني ممكن الإنسان تكون أرضه مش نظيفة، لكن لو نظف منها الأشواك تبقى كويسة. لو قدم توبة ولين الحجارة ونظف الأشواك يبقى كويسة. وفي واحد تاني أرضه كويسة وساب بذور الأشواك تدخل بدون واستهان بيها، ويعني بدون كده انتباه، وساب ساب ساب لحد لما الأرض اتملت أشواك، أو ما كانش بيروي الأرض باستمرار فنشفت نشفت نشفت، حجرت ومن كتر ما الناس دست عليها عملتها طريق. فممكن نوعية الأرض تختلف. إذا كان إحنا نوعية أراضينا النهاردة من نوع معين أو فيها مساحات كده دخل فيها شغل، لا إحنا ممكن نغيرها، ممكن نوضبها. بلاش نقول إيه أنا الأرض بتاعتي كده وخلاص وما عنديش غير كده، لا، ده كل أرض ممكن تبقى أفضل وحالتها أفضل. ولذلك إحنا نشوف الناس اللي بتزرع يقول لك إحنا عايزين الأرض تجيب إنتاجية أعلى، نقلبها ننظفها نحط لها مخصبات نرويها، توصل تلاقي جايبة إنتاجية عالية جدا. البذور هي البذور، لكن الأرض لما اهتمينا بيها جابت ثمر أفضل. فاكرين مثل الكرم اللي السيد المسيح قاله؟ قال أنا الكرمة وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر، لا ده هيتقطع، وما يأتي بثمر يعمل فيه إيه الآب؟ ينقيه ليأتي بثمر إيه؟ أكثر. يا يعني ربنا عايز مننا أكثر أكثر، يفرح بينا لما نكون أغنية أكثر، لما نجيب ثمر أكثر. ما تقفش عند مستوى ونقول خلاص أنا بجيب ثمر أهو كويس، بدأت أخدم وأشكر ربنا، كان بقى لي فترة ما تناولتش، بدأت أعترف وأتناول وبقيت منتظم والحمد لله، وبقى لي كذا أسبوع مواظب أنا. لا، ده دي البداية، ده هو ربنا عايز ينقينا لنأتي بثمر أكثر، والأرض تتخصب أكثر وتتزبط أكثر وتنتقل من مستوى لمستوى. حتى الأرض الجيدة زي ما شفنا بتجيب مستويات، فكل إنسان لو أهمل أرضه هتبوظ خالص ومش هتجيب ثمر. كانت بتجيب زمان ما بقتش تجيب دلوقتي، ولو انتبه لأرضه واعتنى بيها هتجيب ثمر عظيم جدا جدا. دي شطارة كل واحد بقى. فنوعية الأرض قابلة إيه؟ للتغيير، يا إما تتحسن يا إما تتدهور. تعالوا ناخد الإيه؟ الأنواع الموجود زي ما قلت، ناخد النهاردة نوعين والأسبوع الجاي ناخد نوعين.
أول نوع من الأرض اللي هي قال عليها أرض الإيه؟ طريق. وقع على الطريق انداس وأكلته طيور السماء. والسيد المسيح وهو بيفسر قال كده، قال دول اللي بيسمعوا ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا، دول ما بيستفادوش. النوعية دي بتمثل كذا فئة من الفئات أو نوعيات من القلوب. يعني أول فئة بتمثلها النوعية دي الناس اللي ما بتديش وقت للكلمة، عايز بسرعة بسرعة بسرعة، ما بتديش وقت للكلمة خالص، أو ما بتديش مساحة في قلبها للكلمة. وأنا يعني البداية بتبقى مساحة وقت، لما أقصد مساحة يعني تبقى مساحة وقت، يعني أنا هدي شوية وقت للإنجيل كل يوم، هدي مساحة أسمع فيها عظة من وقتي، هدي مساحة أتعلم فيها، أقعد فيها أحضر في اجتماع وأناقش وأسأل وأتعلم وأقرأ وأقرأ تفسير وأستمتع بأقوال الآباء، أدي مساحة. في ناس مش عاطية المساحة دي خالص، ما فيش أي حتة مجهزة في حياتهم، يقولك ما عنديش وقت. طب يعني ما الأرض بتاعتك هتبقى بور، ما عندكش وقت، دي ده خطر. أرض هتبقى عاملة زي أرض الطريق، أرض الطريق الناس إيه بتدوس عليها، مش صالحة للزراعة خالص، ناس رايحة جاية عليها، الناس اللي ما عندهاش إيه مش عايزة تدي وقت للكلمة. أو بتمثل النوعية اللي هي مش عايزة تنفتح أو تقبل الكلمة، يعني ممكن الكلمة تقع عليها كده بس ما استوعبتهاش، ما دخلتهاش جوه، مش عايزة تتفاعل معها، فضلت على السطح. في ناس صحيح تقول إيه كلمة دي كويسة أوي لفلان، وعظة بتاعت النهاردة تنطبق على فلانة بالظبط. طب وانت؟ لا، احنا لازم كلنا دايما باستعداد بنفتح قلبنا ونتقبل الكلمة وبنتفاعل معاها، كل واحد بشكل شخصي، كل واحد بشكل شخصي، يقعد يراجع نفسه ويحاسب نفسه، والكلمة دي تحرك قلبه وتنخس قلبه وتتغير حياته، تدي حاجة بشكل شخصي. في ناس مش عايزة تفتح قلبها ولا تتفاعل مع الكلمة. أيضا اللي يسقطوا على الطريق، البزار اللي سقطت على الطريق، بتمثل الناس اللي بتسمع ولكن ما بتفهمش، وبالتالي لا تؤمن ولا تعمل بالكلمة. يعني هو بيسمع بس هو مش عاطي قلبه قوي للكلمة، فما فهمش، قال لك خلاص ما أنا كلام صعب بس مش مفهوم، أنا كل ما أعرف الإنجيل ما بفهمش. هو الحقيقة مش مركز مع الإنجيل، وفي حاجات كتيرة مشوشرة عليه، هو مش قادر يلقط صوت ربنا، حتى وهو بيقرأ في الإنجيل مش قادر يلقط صوت ربنا، إن في حاجات كتيرة هو سايبها ترعى في حياته، سدت ودانه وخليته مش بيفهم. عشان كده ولاد ربنا لو حسوا كده إن محتاجين يفهموا بيصلوا ويقولوا له يا رب فهمني فأحيا، زي ما المرتل بيقول في المزمور، فهمني فأحيا، اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من شريعتك، فهمني يا رب، عايز الكلمة تدخل جوه وافهمها وتذوقها بعقلي وبقلبي. فاللي مش هيفهم ومش هيسأل حتى، ما هو حتى لما يفهمش يسأل، ولما يسأل يلاقي الإجابة يفرح. طبعا أنا مش بتكلم على الناس اللي عايزة تسأل بس، في ناس يا عيني ومضروبين بمرض الجدال، يسأل وقبل ما تجاوب يكون بيسأل السؤال الثاني، وان تيجي تشرح له السؤال الثاني يروح سأل في حاجة ثالثة. طب حبيبي نبتدي نعمل بس بدول، طب ما دول انا اعطيتك طرف الخيط، خش بقى، خش واقرأ واستمتع. لا، هو مجرد عايز يجادل، هو مش بيفكر انه يفهم، هو بيفكر، هو مش عايز يفهم، هو بيسأل علشان يجادل ويروح للناس يقول لهم بص انا سألت ومحدش عارف يجاوبني، ما بيعرفوش حاجة في الكنيسة ولا ربنا ولا الكلام ده خالص، ده أنا قعدت مع كذا أب كاهن ولا واحد عرف يجاوبني، مع أن هم كلهم تلاقيهم جاوبوه كويس قوي ولكن هو عشان
يرفع من موقفه بيكذب ويقول لا ما حدش جاوبني. هو مش عايز يفهم، هو قافل قلبه وقافل ذهنه يا عيني. فدي ده بيمثلوا الناس اللي اتزرعت البذور على كأنه على طريق مش بيفتح خالص، بيفتح قلبه كده عشان يستوعب البذرة تدخل جوه. أيضا البذور اللي اتزرعت على الطريق بتمثل القلوب اللي تقست بالخطية، نشفت من كتر الخطية، من كتر الإهمال دخلت خطايا كتير، ومن كتر ما قعدت الخطية في القلب بدون تنظيف وبدون توبة قست القلب فنشف خالص، بقى عامل زي الأرض كده، أرض تدوس عليها أرض، ما فيش البذرة وقفت هتقف يعني تبقى على السطح كده، وفعلا الطيور هتيجي تاكلها لأن القلب تقسى. تنزل الكلمة عليه، يسمع آيات، حد يقدم له كلمة محبة، حد يدعو للكنيسة، يقول لك لا لا ما فيش كلام ده، قافل، لأن الخطية قست قلبه، ويوم بعد يوم الخطية بتقسي قلبه أكتر. فالأرض زي ما تقول جمدت، جمدت خالص من كتر الخطية ما نزلت عليها ومن كتر ما الناس داست عليها، فجمدت جمدت. في ناس بتسيب قلوبها للمستوى الصعب ده. أيضا الأرض بتاعة الطريق بتمثل القلوب اللي ما تجهزتش بالتقليب وبالتنظيف عشان تستقبل الكلمة. يعني ساعات الإنسان هو يسمع كده من غير ما يهيئ نفسه، من غير ما يعد نفسه بأنه يقلب الأرض ويحاسب نفسه ويبتدي يقدم توبة ويقول له يا رب نفسي أسمع صوتك، يا رب أنا عطشان ليك، في حاجات في حياتي دي لازم أتخلص منها، ساعدني يا رب عشان أتخلص منها، ابتدي أقدم توبة. فتبص تلاقي الأرض اتهيأت، اتقلبت كده، اتقلبت وتهيأت وتجهزت وتنظفت، فبقت مستعدة لأنها تستقبل الكلمة كويس وتجيب ثمر. لكن اللي سايب الحال على زي ما هو ديها ماشية، وسايب الخطايا زي ما هي، والأرض نشفت من كتر ما تداس عليها فما بقتش مهيئة لأنها تجيب ثمر. أيضا البذور اللي نزلت على الأرض بتاعة الطريق بتمثل القلوب اللي بتسمع وتنسى بسرعة، تسمع وتنسى بسرعة. حتى السيد المسيح بيقول كده الطيور تيجي تخطفها بسرعة، يسمع وينسى. ممكن يسمع إليه كلام لطيف، بعد كده يطلع من باب الكنيسة ينزل تحت دو 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 دو. عمالين ايه نجيب في سيرة علان وسيرة فلان وبتاع، ونسينا خالص، حتى الواحد ما فكرش نفسه احنا خدنا ايه النهاردة، احنا سمعنا ايه النهاردة. في مثل لطيف سمعته بيقول ايه، بيقول اصغر ألم رصاص هو افضل من اقوى ذاكرة، اصغر ألم رصاص هو اقوى من افضل ذاكرة. الشاطر اللي يكتب ويرجع يكتب، ولو شاف حاجة في برنامج حلو ولقط كلمة ربنا يلحق بسرعة يكتبها لأنه هينسى. الذاكرة بيقولوا يعني الذاكرة بعد 72 ساعة، يعني بعد 3 أيام بتفقد تقريبا 90% من اللي حصل، 90% من اللي حصل من 3 أيام. فالذاكرة مش هتحمل كل ده، فالشاطر اللي إيه اللي يلحق يكتب فكرة جميلة، قول جميل، عشان ما ينساش، وإلا يبقى الأرض بتاعته بتنزل عليها البذور وتتخطف منه. لأ، يلحق ياخدها، يلتهمها كده ويخزنها جوه ويكتبها، زي ما بيقول المرتل خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، ده هيقودني إن أنا ما أخطئش إليك، بس خبيته جوه، خبيته يعني كتبته وذاكرته كل شوية أراجعه. ها؟ فما يبقاش الإنسان بيسمع وبإيه وبينسى بسرعة. برضو البذور اللي نزلت على الأرض بتاعة الطريق بتمثل القلوب اللي بتسمح لأفكار العدو تيجي تشوشر عليها وتيجي تخطف منها كل البركة اللي خدتها. تبص تلاقيه بعد ما سمع كلمة ربنا على طول
دخل في أمور مش مظبوطة، جات له أي أفكار، بدل ما يطردها ويقول لا استنى لما دخل الكلمة جوه، ما لو دخل الكلمة جوه الطيور هتيجي مش هتلاقي حاجة، وهو يبعد الطيور دي على طول. على رأي القديس ماري اسحاق له عبارة مشهورة جدا يعني، بيقول نحن لا نستطيع أن نمنع الطيور أن تحلق فوق رأسنا، ولكن نستطيع أن نمنعها أن تعشش في رأسنا. ما نقدرش نمنع الطيور هتطير هنا ولا هنا فوقينا مش مشكلة، لكن مش هتيجي ناحية، نقدر نمنعها أنها تعشش. فالشاطر اللي يدخل الكلمة بسرعة مش يهمل ويسيب أفكار العدو تيجي تسرق منه كل حاجة، تيجي تسرق منه البركة، فكر إدانة يسرق منه كل البركة اللي خدها، فكر كراهية أو حسد يسرق منه كل البركة، فكر كبرياء يعدي يخطف البزار ويقول له بص كل اللي انت سمعته ده انت تعرف احسن منه، بس قالوا فكر كبرياء قش كل البزار اللي ايه اللي اتزرعت يا عيني طلع ايه مفيش، بتفضل الارض ناشفه ملهاش قيمه ملهاش انتاجيه. فالشاطر اللي هو ما يسمعش الافكار العدو انها تدخل تشوشر او تخطف الكلمه، ده اول نوع ارض الطريق. طبعا يعني الشاطر في النوع ده من خلال كل الكلام اللي قلناه، اللي يسمع يكتب يسكن الكلمه في قلبه يهيئ قلبه كويس يهيئ مساحه كويسه من الارض يحرثها ويجهزها، ما حدش يعدي هنا، دي بتاعه ربنا، ده الوقت بتاع ربنا، حدش يهوب ولا يدوس، ده دي ارض مخصوصه هيتزرع فيها هتجيب، هي دي اللي هتخلي حياتي ليها قيمه، من غيرها حياتي ما لهاش قيمه. فدي الواحد طبعا لما واحد بيبقى عنده حقل ما بيعملوش طريق، ده الطرق في الحقول تلاقي ممرات رفيعه جدا، ممرات رفيعه خالص يا دوبك عشان الناس تعدي مثلا من منطقه لمنطقه، لكن الارض كلها جاهزه للزراعه، حياتنا المفروض تكون كده، فيها ممرات قليله بتداس بالرجلين لكن اغلبيه المساحه للزرع لربنا. تاني نوع الارض بتاعه الايه الصخرة أو الحجارة، أرض صخرية، بيقول عنها السيد المسيح سقط آخر على الصخر فلما نبت جف، يدوبك نبت شوية جف لأنه لم تكن له رطوبة، أو زي ما بيقول في إنجيل متى إنه نبت حالا ولكن جت الشمس فاحترق لما كانش له أصل، ما كانش له إيه جدر. وفي التفسير يقول كده الذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يرتدون. النوع الثاني ده بيمثل الناس اللي بتحمل مظهرا جيدا وبتفاعلوا بسرعة مع كلمة ربنا، والأرض من بره شكلها حلو، شكلها تربة طينية حلو، يعني الشكل من بره ما فيهوش عيب، ترمي البزار يقول لك ده هتجيب، ما الشكل من بره حلو قوي، في ناس كده تهتم قوي بالشكل من بره ولو في حاجه مش كويسه تستخبى جوه، لا حبيبي ما اللي جوه ده هيأثر عليك. في ناس تقول ما دام الحاجه مش باينه مش مشكله بقى ما حدش شايف يعني، لا هتأثر عليك، مش هتجيب ثمر، هتقف في سكه كلمة ربنا، هتقف في سكة الجدر اللي كلمة ربنا عايزة تعمله في حياتنا. لو احنا سايبين صخور أو حجارة جوه دي خطر خالص، خطر. الفريسيين كانوا نموذج للنوعية دي اللي بتهتم ببره وتسيب جوه، وكان من جوه عندهم مشاكل مخيفة، محبين للمال، محبين لأنفسهم، محبين للسلطة والكرامة في منتهى الخطورة، دي فيتال يعني فيتال ديسيزس، يعني النهاردة تلاقوا الحلقة الرابعة من المقالات بتاعت الأدوية الروحية، يا ريت ما ننساش ناخدها. وده يعني كل الأمراض دي السيد المسيح عطينا ليها أدوية، ما ينفعش إن الإنسان يهتم بس ببره ويسيب إيه ويسيب جوه، يقول لك الأرض شكلها من بره حلو، لا
ده من جوه فيها صخور لازم تتنظف. يقول لك يا عم تسيبها كده هتطلع. لا مش هتطلع حبيبي، ده الشكل بس من بره بيقول انها شكلها حلو، لكن هي من جوه مش هتنفع. الجذور الاول ما هتنزل هتروح خطه واقفه. تقول لي بس طلعت من فوق بسرعه. ايوه، ما هو المجهود بدل ما يروح للجدر طلع على فوق. تلاقي واحد عامل انشطه في الكنيسه ورايح جاي وبقى مشهور في وقت قصير قوي، بقى مشهور في الكنيسه، ده خطر. لان المجهود كله رايح على ايه؟ رايح على بره. المفروض انه يدخل المجهود على جوه. كل ما الجدر يتقوى وينزل مور ديب هيدي حيويه للنبات وهيكبره ويخليه حاجه عظيمه. كل ما يدخل كل ما هيخلي النبات قوي ومثمر. لكن اذا كل المجهود طالع على بره، شويه الطاقه الصغيرين اللي موجودين جوه البذره طلعوا على بره. طيب نكمل ازاي؟ مفيش. طب فيش جدر يجيب لنا من تحت طاقة من بطن الأرض؟ ما الجدر أنت ما اهتمتش بيه، الجدر قد كده صغير خالص خالص، وأول ما تيجي الشمس ينشف، النبات كله اللي طلع ده يدبل. فالمزروع على الصخر بيمثل القلوب اللي بتهتم بالإيه؟ بالخارج، تهتم بالمظهر، ولكن في الداخل متحجر متحجر. أيضا بيمثل الناس اللي بتنفعل بالكلمة بدون عمق وبعد كده تهبط بسرعة. ينفعل ويقدم توبة ويعترف ويقول أنا هبتدي مع ربنا ويمسك الأدبية لمدة يوم أو يومين وبعدين يروح نازل تاني. لا، واصل بس واصل. الأدبية دي الجدر على فكرة. أنت مشيت صح، أنت خدت السكة الصح، انك تدخل في المخدع وتصلي وتفتح انجيلك في المخدع وتصلي، بس اهتم بدي شويه لو سمحت وركز جهدك عليها. هتعمل جدر قوي هيشيلك، هو ده اللي ينميك. اوعى تهمل فيه، اوعى تهمل فيه. لكن في ناس تنفعل بس من بره ويسيب المخدع. لا، ده المخدع ده هو اللي بيشيل، هو ده اللي بيحمل الحياه الروحيه كلها. إن ما كانش المخدع قوي والجدر في الإنجيل وفي المزامير وفي الصلاة قوي، النبات مش هينمو. يبقى شوية انفعالات سريعة تهبط بسرعة، ينزل ويقول أنا عايز أخدم ودخلوني في خدمة دي. طيب تعال بعد شوية تبص تلاقي إيه؟ هبط. ليه؟ يقول هنا إنه في تجارب أو في شمس. في المثل يقول شمس، وفي التفسير يقول التجارب. يعني يلاقي بعض الصعوبات، يلاقي الناس من مرة ما شكرتوش، يلاقي مرة أمين الخدمة ولا المسؤول قال له بص احنا عايزينك تخدم في الحتة دي، بلاش في الحتة دي، احنا محتاجينك هنا. أو قال له مثلا طب استنى دي أنت مش كفء فيها شوية، استنى لما نتعلم وبص لفلان وبص لفلان وشوف احنا بنعمل ازاي وكده عشان تمشي معانا بنفس الروح. يعني انا جاي اخدم اسمع لي كلمتين وتبص تلاقيه مش متقبل حتى التوجيه. شويه يعني تنبيه بسيط كده من الحد اللي هو المسؤول الاكبر مني. لا، وده يفهم ايه؟ انا افهم احسن منه. بص تلاقيه مش متقبل ويرتد يسيب الخدمة، يقول لك بقى ده انا كنت فاكر ان الكنيسة هلاقي الناس احسن من كده. لا، ده انا ايه؟ سايب لهم الكنيسة وماشي. ما عملش جدر. ده اهتم انه يعمل شوية نشاط ظاهري وياخد الولاد بيطير يجري بيهم هنا يجري بيهم هنا. ما عملش جدر. طب وبعدين؟ أول ما تيجي ضيقة أو ما تيجي مشكلة تبص تلاقيه ارتد. ما عندوش استعداد يحتمل. ما عندوش استعداد يتضع، ما عندوش استعداد يقبل التوجيه او ان حد يصلح له. ما عندوش استعداد. فتبص تلاقيه يرتد. ايضا يمثل القلوب زي ما قلت اللي هي بتفرح بالانشطه الخارجيه والنمو الظاهري وما تهتمش بالجذور. احنا لازم نهتم ونفرح اكتر بان احنا بنعمل جذور. نفرح بعمق علاقتنا الخفيه مع ربنا. وبعد كده الظاهري ده هيجي يعني، ومش مهم عندنا.
يعني مش هو ده اللي احنا يعني بنهتم بيه. هيجي وقت يمكن ربنا يحط النور على المنار. على رأي أنبا بخوميوس كان بيقول يعني الناس بتقول له انت والأنبا تودروس دول انتوا كنتوا فين؟ محدش كان شايفكم. لأن هو طبعا أنا عشان عشت معاهم من صغري عارف الناس دي قلبها كله في الشغل في الخدمة، ما بتدورش على إنها حد يعرفها. كانوا دايما محوطين على كنايسهم، حتى لو في مشكلة صاخبة في الكنيسة، الكنيسة العامة، ومش عارف فلان حصل ايه، ومش عارف فلان ده اتقطع من الكنيسة وفلان، كانوا بعدين شعبهم تماما عن الوش ده، وبيهتموا بس انهم يغزوهم ويثبتوهم في ربنا ويدوروا على كل واحد. اشتغلوا اشتغلوا، جه الوقت بيعملوا جذور حلو، جه الوقت اللي الكنيسة اتسندت بيهم، سواء أنبا بخوميوس أو بعد كده. ربنا يدي نعمة وقوة وصحة للأنبا تودروس إن هو يقود الكنيسة في المرحلة اللي جاية. الشاطر اللي يهتم بالجذور. أيضا النوعية دي بتمثل القلوب اللي هي تبدو متضعة لكن جواها بتخفي كبرياء وقساوة وعناد. أمراض خطيرة. في ناس كده يبدو نوم يعني زي الملائكة. يا رب كلنا يعني نبقى متشبهين بالملائكة زي ما بيقول الصلوة في القداس، طلبة في القداس الغريغوري، الذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك. طب من جوه، من جوه لازم يبقى زي من بره. تبص لايهم من جواه في حاجات مش كويسة، في عناد، في كبرياء، في افتخار باطل. مرة زمان كنت في كنيسة جديد يعني، ففي أحد الآباء القدام في الكنيسة، فأنا كنت لسه بتعرف على الخدام، بقول له فلان كويس من الخدام الحلوين، فقال لي هو كويس بس مخه صخر. هو عارف يعني من بره حلو خالص. بعدين طبعا انا بعد شويه في الوقت اكتشفت طبعا يعني كده، طبعا الصخر ده لو في توبه، لو في استعداد ان الانسان يظبط من جوه، كل ده يلين. لكن خطر الصخر ده بيخلي كلمه ربنا تبقى في حرسد، يقف نو، مش عايز يقبل، مش عايز، حتى مش عايز يتعاون. ف خطر ان الانسان يبقى من بره له المظهر الحلو المتواضع، ومن جوه يبقى مخبي حاجه صعبه. برضو اخيرا النوعيه دي اللي زرعت على الصخر بتمثل الناس اللي بتبدا جيدا، بتبتدي كويس، ولكن لما تواجه الصليب تتعثر. لا، احنا لازم من دلوقتي حتى قبل ما نبتدي خالص نعرف ان السكه فيها صليب، إن أحيانا الشمس بتحمى، الجو مش بيقعد لطيف على طول، أحيانا الشمس تبقى شديدة، فلازم أكون عامل جذور قوية عشان تنعنشني وتخليني دايما في رطوبة في حياتي، يعني في ندى النعمة بيلطف حياتي. ما ينفعش إن أنا أبتدي أقول الله طريق ربنا حلو ومليان سلام ومليان فرح، هو فعلا كده، بس كمان في صليب. واحيانا بيجي وقت بتبقى ساعه سلطان الظلمه، تبقى قاسيه وعايزه ناس تكون متمرنه في الصراخ لربنا وفي اللجوء لربنا، وعندها جذور قويه عشان تصمد في الفتره اللي بتبقى صعبه زي كده. فالارض المحجره دي بتمثل الناس اللي ممكن تبتدي، لكن لما تواجه الصليب ترتد. يقول لك لا، انا ما كنتش فاكر ان السكه كده. حبيب الصليب ده المسيح هيشيله معاك، المسيح هيدي لك نعمه علشان تجتاز المرحله الصعبه بتاعه التجربه او بتاعه الصليب. ما تجزعش من الصليب. الشمس الجامده دي موجوده على الكل، لكن في وسيله تخليك ما تتاثرش بيها خالص، ان يكون في
جدر عميق بيجيب لك ميه كتير في الورق بتاعك يبقى طري كده، شمس نار ومع ذلك الورق طري لان الجذور عميقه. كان انا حكيت لكم عن بعض النباتات الصحراويه اللي طولها متر وجدرها 8 متر، طولها متر وجدرها 8 متر، ولذلك الشمس بتبقى في الصحراء نار، يعني درجة الحرارة 80 مئوية، ما اعرفش تبقى كام في فهرنهايت، 80 مئوية يعني ممكن المية قربت تغلي. طبعا الدرجة اللي بتتقاس المعروفة دي بتبقى في الظل، يعني لما تلاقي درجة الحرارة حاجة واربعين يعني مثلا 110 في فهرنهايت ولا حاجة، دي في الظل مش في الشمس، في الشمس بتبقى 150 مثلا. مهم يعني انه تمسك الورقة تلاقيها بتشر مية، ايه ده مع الشمس المخيفة دي؟ ده لو الواحد وقف بس شوية هيموت، يجيله ضربة شمس وسان ستروك هيموت، لكن في جدر عميق محدش شايفه، يمكن محدش واخد باله منه ولا مقدر قيمته، لا ده له قيمة عظيمة جدا، هو اللي بيحيي الايه، هو اللي بيحيي. ثلاث فتية عشان يدخلوا أتون النار ويطلعوا والنار مش مأثرة عليهم خالص ورائحة النار لم تأتي عليهم، ده في نعمة قد إيه جواهم، في نعمة حفظتهم، نعمة جواهم، فرحانين بربنا وشبعانين بربنا، ففي نعمة جواهم خلت النار المخيفة دي اللي موتت الناس اللي رموهم لما قربوا من النار عشان يرموهم ماتوا، الجبابرة اللي يعرفوا يشيل واحد كده ويهدفه يحدفه كذا متر قدام، دول جبابرة ماتوا، ماتوا من هبو النار، ودول نزلوا في قلب النار ما تأثروش بالنار، في نعمة جواهم افتكروا الشجرة دي اللي النار بتاعت الشمس جاي عليها وورقها طري خالص وبنقط مية، ولما مسكناه بإيدينا كده ينزل مية لأنه جدر قوي شغال بيغذي الشجرة فمش فارقة معاها الشمس الحامية. هكذا إحنا في حياتنا الروحية لازم نكون عاملين جدر قوي علشان مهما كان الصليب، مهما كانت التجارب صعبة، نبقى دايما حياتنا فيها النعمة مفرحانة وعطيانة الحيوية، عمرنا ما نفقد الحيوية نتيجة وجود النعمة في حياتنا مهما كانت التجارب حوالينا. ربنا كده يدينا يفتح ذهننا علشان كلامه يسكن ويسكن في قلبنا يجدد حياتنا، ونكون دايما معتنين بأرضنا ما يكونش فيها صخور، ما يكونش فيها حاجة مدارية جوه تعوق نمونا الروحي وتعوق الإثمار في حياتنا. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.